بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله الإخوة والأخوات، أهلا بكم في هذه الجلسة الطيبة المباركة، ونحن سعداء بكم وبهذا التواجد الطيب. بداية نحمد الله على نعمة المطر، وإن شاء الله تكون أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها جميع بلاد المسلمين. ثانيا نذكركم بما وصانا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأفضل تربية للأولاد أن نجلس في حلقة نصلي فيها على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نذكرهم بسيرته العطرة ومناقبه التي لا تنتهي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الإخوة الأفاضل، يسعدنا أن نلتقي في هذه الجلسة الثانية مع إخوة أفاضل، إخوة أعزاء. بداية مع فضيلة القاضي الدكتور سامر القبج في موضوعه الشيق وجعل بينكم مودة ورحمة. حقيقة كل ما تمطر الدنيا بتذكر والده للدكتور سامر لما كان في الإذاعة وكان يتكلم عن المطر ويتكلم عن الزراعة ويتكلم، يعني حتى الآن ليس له بديل حقيقة، ليس مجاملة. ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الذرية بعضها من بعض. المتحدث الثاني أو المتحدثة الثانية الدكتورة الأستاذة بثينة الخطيب، وموضوعها الرضاعة الطبيعية إعجاز يتجلى في عصر العلم. أما الموضوع الثالث فهو الإعلام وأثره على الأسرة، ويحدثنا في هذا الموضوع الشيق أيضا الاستشاري الدكتور عبد الرحمن ذاكر. لا أريد أن أطيل، نترك الدكتور سامر القاضي الشرعي بالتعريف على نفسه، ومعه 20 دقيقة إن شاء الله يلتزم بالوقت كما عودونا القضاة ما شاء الله عليهم، يعني بالتزموا باللحظة وبالثانية. تفضل، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وجزى الله الدكتور تيسير خيرا أن ذكرنا أن هذه الليلة، ليلة الجمعة، يستحب فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنفك بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتقضى بها الحوائج يا الله. أتشرف بكم في هذه الليلة المباركة، وقد هددني مدير جمعية العفاف الأستاذ مفيد سرحان منذ أسبوعين، ويقول لي
الحضور مثقف، أطباء ومهندسون، فاحذر. فأنا جئت وأنا أرتجف، ولكن الحمد لله عندما وجدت سيماكم في وجوهكم الطيب بدأ الخوف يبتعد عني بإذن الله تعالى. وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الآيات وردت في سورة الروم. بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر نعمه على الخلق عموماً التي يشترك فيها بني الإنسان، ومن آياته أي من علامات ربوبيته ووحدانيته، أول هذه العلامات أن خلق الإنسان من التراب. ماذا يعني التراب؟ أولاً التراب لا روح فيه، ومع ذلك من باب تحدي الخالق قال: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. التراب أصل الخلقة وإليه المرجع، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. التراب يداس بأقدام المخلوقات حتى لا يتكبر الإنسان عن أصل خلقته. صاح خفف الوطأ: ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. صاح: هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ: ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. خلق الله سبحانه آدم من التراب، وخلق الله حواء من ضلع آدم، ولذلك كان هم الذكور التراب وهم الإناث الذكور. كيف؟ يحدثني أحد الأصدقاء وكان في جنازة في أم الحيران، قال: ونحن ندفن الميت سمعت الناس يتحدثون أن سعر المتر في هذه المنطقة قد غلا وعلا. هذا ونحن ندفن الميت، الرجال بإيش بفكروا؟ في الأرض. كل الرجال شو همهم إلا ما رحم الله؟ كيف بده يشتري أرض وعمرها؟ فهمه بالتراب الذي كان أصل خلقته. هم النساء في الرجال إما لإسعاده وإما لإتعاسه، وإن شاء الله للإسعاد. ناوي تروح اليوم؟ ما أنا مش معاي أم محمد. بعد أن خلق الله الرجل من التراب علم أن هذا المخلوق لا تصلح له الوحدة، فخلق له الرفيق والشريك، وحتى لا يتم التنافر خلق له رفيقاً وشريكاً من جنسه. تخيلوا لو أن الله قد خلق للرجل حجراً يلهو به لكان أصبح نفور، ولم يتم بناء الكون كما أراد له الله، ولكن خلق له مخلوقاً من جنسه، وحتى يتم هذا الميل جعل الله بينهما بين الجنسين مودة ورحمة. أذكر لكم لطيفتين، الأولى قرآنية والثانية أدبية. ونحن في ظلال سورة الروم، كان افتتاحها: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. التفسير اللي بنقرأه نحن في كتب التفسير أن الروم سيغلبون الفرس بعد أن كانوا مغلوبين منهم، ولكن المعنى العميق والله أعلم أن دوام الغلبة
سوف تكون للروم. كيف؟ على مستوى النظام السياسي، جاء في صحيح مسلم أن أحد الصحابة قال: تقوم الساعة وأكثر الناس روم، أو والروم أكثر الناس، على روايتين. يعني الأكثر عدداً عند قيام الساعة الروم. قال له عمرو بن العاص للراوي: أبصر ما تقول، أبصر ما تقول، إنه احذر. فقال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو وهو من دهات الساسة والعرب: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أربعاً. أربع خصال جعل رب العالمين الروم لهم دوام الغلبة. في حدا بينكر إن الروم لهم دوام الغلبة؟ ما بننكر. قال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، هاي الخصلة الأولى، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. الخصلة الثانية: مثل ما صار مع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. إحنا حرب 6 ساعات لليوم مهدمين، مش عارفين نصحى، وأكثر من 40 مخيم. هم حرب أبيدوا فيها ورجعوا أقوى من الأول. وأوشكهم كرة بعد فرة. تسمعوا الرابعة: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. إحنا أمة الزكاة وأمة الصدقات. قالوا عن الروم: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك. إذن الديمقراطية الحقيقية ليست عندنا. إحنا حتى إسلاميين ما عندهم ديمقراطية حقيقية. هو أكيد مش راح أروح اليوم. دراسة أجرتها جامعة جورج واشنطن. إحنا بعدنا شوي عن المودة والرحمة، تحملوني. نعم؟ خلينا في الرحمة. دراسة أجرتها جامعة جورج واشنطن، اشترك فيها مسلمون وغير مسلمين. ترتيب الدول الأكثر تطبيقاً لتعاليم الدين الإسلامي، هاي أجروها بال2013. جابوا طلاب مسلمين وغير مسلمين، جابوا علماء، وعملوا دراسة: ما هي مبادئ الدين الإسلامي؟ الصدق، العدالة، إلى آخره. نرجع للدول اللي بتطبق تعاليم الدين الإسلامي. أول 10 دول من دول الروم: إيرلندا، الدنمارك، لوكسمبورغ، السويد، بريطانيا، نيوزيلندا، سنغافور، فنلندا، النرويج، بلجيكا. رقم 27 إسرائيل، رقم 33 ماليزيا، لا السعودية ولا إيران من ضمن القائمة. نتحدث عن الروم ونعود إلى العشرة بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم. إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموتا هرما. هاي أيضا ميزة، وهذا بدل على إيش؟ بدل على حيادية الدين الإسلامي. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وصاحب الشريعة، عندما رأى حسنة عند الغير أظهرها لهم وتذكرها عندهم، فتذكر أن أهل الكتاب
يموتا هرما وكل واحد لا يرغب عن صاحبه من زوج أو زوجة. سأتجاوز عن اللطيفة الأدبية. المودة والرحمة لا يكونان إلا ما كان منهما بعصمة زواج صحيح. يعني الصديق مع الصديقة والخليل مع الخليلة لا يكون بينهما مودة ورحمة. في أوروبا من كل 5 نساء امرأة تتعرض للعنف. 45% من الأوروبيات يعانين من العنف داخل مجتمعاتهم. لما سألنا عن السبب قالوا معظمهم حليلات ولسنا خليلات، يعني معظمهم صداقة هي عبارة عن بهيمية صرفة لا يقصد منها. معظمهم خليلات وليس حليلات. خليلات ولسنا حليلات. أنا قلت العكس. المودة والرحمة نعمة من الله سبحانه، لأنه قال وجعل بينكم، أي خلق المودة والرحمة في قلوبكم حتى تستقيم الحياة الأسرية، ولكن الناس هم الذين ينزعون هذه المودة وهذه الرحمة. طيب احنا بنقول المودة والرحمة لا يكونان إلا بعصمة الزواج الصحيح. طيب النصارى بينهم هل هو زواج صحيح؟ أو اليهود أو البوذيون أو أي دين آخر؟ ما رأيكم؟ نعم، رب العالمين لما قال في قرآنه تبت يدا أبي لهب وتب، شو قال؟ وامرأته حمالة الحطب، فأثبت الزوجية للكافر من الكافرة. إذن في شريعتنا الإسلامية عقود الكفار معتبرة، يعني ما بحق إلنا إذا إجا نصراني أو أجنبي إلى بلادنا ومعاه زوجته تقول له أنت عقدك غير صحيح لأنه ما في صيغة وشهود، مش مطلوب، عقودهم معتبرة في دينهم. ابن عباس قال المودة للشابة والرحمة للعجوز، لأنه بعض الرجال مصلحجية، إذا الزوجة صغيرة بالسن بدير باله عليها، لما تكبر ببدلها، وصايرة موضة جديدة كمان عم بتمر معانا من واقع الملفات، مجرد ما تمرض الزوجة برجعها لبيت أهلها، يعني كأنه ماخدها بالجارنتي بالكفالة. المودة المحبة والرحمة الشفقة. في خاتمة الآية جاء لآيات لقوم يتفكرون. قال ليش جاء هنا يتفكرون؟ قال لأنه لما كان القصد من خلق الأزواج تكثير النسل وبقاء وجود المتفكرين في هذه الأمة حتى نميزها عن البهيمية، فهي القصد مش قضاء شهوة، هو القصد تكثير نسل، ولكن أي نسل؟ هو النسل العارف بالله، الجيل المؤمن الموحد. ثم قال الله تعالى لتسكنوا إليها. قال الرجل فيه غليان القوة فيهدأ إذا سكن إلى الزوجة، فإن منعته الزوجة من هذا السكن وأصبح وجودها قلقاً عليه فلجأ الرجل إلى البدائل، محرمة كانت أو غير محرمة. يعني إحنا بناخذ لقطة سياسية، لقطة شرعية، لقطة فقهية، لأنها 20 دقيقة ليست بالكثير. قال فعل المرأة، هاي الحكم الفقهي هون، فعل المرأة إجابته في كل وقت يدعوها الزوج إلا ما منع الشرع فيه الإجابة كزمن الحيض والنفاس ووقت الإحرام.
ورد في صحيح مسلم والذي نفسي بيده: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها. وفي حديث آخر: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الغريب في الأمر أن العلماء أعدوا هذا الأمر كبيرة واعتبروه باباً واسعاً من أبواب التمرد والنشوز، ونحن نستعرض الملفات وهي مشاكل البشر في كل قضية وإنها تمنعني حقي الشرعي موجود. طيب، الإسلام اعتبرها كبيرة، نتساءل لما كانت هذه العقوبة ضخمة؟ في قاعدة شرعية: الجزاء من جنس العمل. يعني واحد سرق بطيخة، مش بتقطع راسه بتحطه بالسجن يومين، ولا بتقطع ايده؟ لا، اليد لا تقطع الا في النصاب، البطيخة مش نصاب. شو النصاب الشرعي للسرقة؟ ربع دينار ذهب. نعم؟ إلا إذا بطيخة بغير موسمها، رأي الدكتور سمير، بطيخة بالشتاء ممكن توصل ربع دينار ذهب. فمثلا داعش قاطعين رأس طبيبة أسنان من أسبوع، قال بتعالج الرجال، فهذا جزاء ليس من جنس العمل إن صح عنهم، الله أعلم. طيب، إذا علمت أن معظم الخيانات الزوجية التي يقترفها الزوج هي بسبب تقصير الزوجة في أداء هذا الحق، وإذا علمت أن نسبة تزيد على نصف الرجال المتزوجين يشاهدون المحرمات على وسائل التقنية الحديثة، وإذا علمت أن أحد أهم أسباب الطلاق في هذا الكون هو تقصير الزوجة في أداء هذا الحق، يقل العجب لماذا كانت العقوبة في الشريعة ضخمة. ثلاث دقائق. أصلاً هم ملوا، يعني ثلاث دقائق. لما قال الله تعالى مودة ورحمة وفسرها ابن عباس: المودة الحب. فلتعلم أيها المسلم أن الحب ليس مجرد فورة عاطفية سرعان ما تخبو، بل هو شعور راسخ عميق الجذور طويل العمر، وهو فضل من الله تعالى على العبد. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق السيدة خديجة: إني رزقت حبها. فاعتبره رزقا كما المال والعقار. مع الحب، شو فائدة الحب؟ قال: مع الحب يكون إيثار، بصير الواحد يبدي الزوجة عنه والزوجة تبدي الزوج عنها، إذا كانت هي أيضا في حالة تعب تسعفه بما يشاء، تكرمه وتكرم ضيوفه وأهله. قال: ومع الإيثار، بدان في إيثار، يعطي كل واحد من الزوجين صاحبه أكثر من حقه عليه. يعني أنت لما تروح عند تاجر وقول هاي بخمسة قروش، تعطيه خمسة وبتطلع، ما بتعطي عشرة، بس اللي بتحبه بتكرمه أكثر. قال: إذا فتر الحب، هنا نلجأ إلى الأصل الثاني وهو الرحمة، وهنا يتأكد البحث بالحقوق. ولذلك نحن عندما نتحدث عن الحقوق الزوجية
لا نتحدثها للمتحابين، نتحدثها للمتراحمين، لأن الأحباء بينهم ليس بينهم حقوق أو حساب، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين البغض تبدي المساوية، كما قال: خطب ابنتي جماعة فممن أزوجها؟ قال: زوجها من التقي، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يهنها. مع الحب لطف وتلطف، ومع الرحمة رفق وترفق. من الرفق بشريك العمر جعل التقدير، بعض التقدير لجهده المبذول في رعاية الأسرة، وغض الطرف عن نقاط الضعف عنده، والصفح عن زلاته، ثم جميل رعايته إلى ما يقدم. الوقت داهمنا وهو قصير، سامحوني على الإطالة لدقيقة ونصف، وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم. شكرا لسماحة القاضي الدكتور سامي القبج، قد أتحفنا بما قدم وعرج بنا على أن أصل خلق الإنسان من تراب، والرجل يتعلق بالتراب، والمرأة تتعلق بالرجل، وذكر لنا لطيفة الروم، ولكن نسي أن يذكر أن الروم، عفواً يعني معلش، أنهم أهل غدر يأتوننا تحت 80 راية كما ورد في الحديث الصحيح، تحت 80 راية، ويساندهم بعض المسلمين، ثم ينتصرون على فئة عظيمة، فيرفع أحدهم الصليب ويقول: انتصر الصليب، فيقوم أحد المسلمين المشاركين معهم في المعركة فيدك يكسر الصليب ويقتل حامله، وتصبح هناك مقتلة عظيمة بين المسلمين الذين هم في صف الروم وبين الروم، يتبايع ثلث الشباب فيقتلوا عن بكرة أبيهم، ثلث آخر يقتلوا عن بكرة أبيهم، الثلث الثالث يصمدون ويقضوا على الروم، ويبقى ثلة من الروم يسلمون في آخر الزمان، يسلمون. طبعا هذا الأمر يحزن الشيطان، يصرخ الشيطان في الناس ويقول لهم: الدجال خلفكم في أهلكم وذراريكم. لا أريد أن أطيل، موضوع يختلف. ثم عرج بنا على ترتيب الدول في تطبيق الإسلام، هناك دول تطبق الإسلام وليست مسلمة، ودول تدعي الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام. وأوصانا بالنساء خيرا، وذكر بأن المودة والرحمة لا تكون إلا بعصمة زواج صحيح. ونحن نوصي، أقول لجميع الموجودين: كلكم شباب، وكل النساء الموجودين شابات، يعني ما في عندنا ولا عجوز إن شاء الله. فالمودة للشابات والرحمة للعجائز، أقول للجميع إن شاء الله كلكم شباب، وعلى المرأة إجابة زوجها في كل حين. ثم ذكر لنا عن الحب والإيثار، لا أريد أن أطيل، بارك الله في كلامه الطيب، وكلامه يحتاج إلى محاضرات، لكن الوقت دائما بنلوم الوقت. ننتقل إلى المحاضرة الثانية، الأستاذة بثينة الخطيب، التي تود أن تتحفنا بالرضاعة الطبيعية. بهالمناسبة يا جماعة، معظم الناس اليوم إخوة في الرضاعة، كلهم بيشربوا من النيد وصاروا كلهم إخوة بالرضاعة. فشكرا وبارك الله فيكم. تتفضل الأستاذة بثينة الخطيب، حياكم الله، تفضل. رح نتحدث عن الرضاعة الطبيعية، إعجاز يتجلى في عصر العلم. محتمل الموضوع سيكون أول شيء الرضاعة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، أهمية الرضاعة لكل من الطفل والأم، حقائق وأرقام، مميزات حليب الأم ودوره في بناء جهاز المناعة، والفترة الزمنية اللازمة للرضاعة الطبيعية، مع بعض الدراسات والتوصيات. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:
والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ويقول أيضاً في سورة الأحقاف: وحمله وفصاله 30 شهرا. ويقول الله عز وجل في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد أوصى الله عز وجل أم سيدنا موسى عليه السلام بأول أمر إلهي قبل إلقائه في البحر: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طبعاً في الأحاديث النبوية الشريفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. أنا بدي أتوقف وقفة عند فتق الأمعاء، خليكم متذكرين لما نوصل لجهاز المناعة. وأيضاً في حديث عبد الله بن مسعود قال: لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وفي رواية: أنشز العظم. أيضاً وقفة أخرى سنتوقف عندها عندما نتكلم عن مكونات جهاز المناعة في الطفل على أنشز العظم. من أقوال الصحابة قول سيدنا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. ومن أقواله أيضاً أنه قال: تخيروا للرضاع كما تتخيروا للنكاح، فإن الرضاعة يغير الطبع. طبعاً نلاحظ مما سبق أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ركزت على أهمية الرضاعة الطبيعية، وقد حدد النص القرآني مدة الرضاعة الطبيعية وهي 2 سنين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأيضاً برزت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تنظم العلاقة بين الأم وابنها في الرضاعة نظراً لما تضيفه الرضاعة الطبيعية إلى جسم الطفل من فوائد وتغيرات سنتحدث عنها. أهمية الرضاعة للأم سنتحدث عنها يعني بشكل بسيط، لأنه الغالب منكم رح يعرفوها، لكن سندقق على الدراسات الحديثة التي تكلمت في أمور جديدة. أول شيء هي مانع طبيعي للحمل وتساعد الأم في الرجوع إلى وزنها الطبيعي، ومسكن طبيعي للأم ويساعدها على النوم، وتساعد في رجوع الرحم إلى حجمه قبل الحمل، كما تقلل من إصابة الأم بسرطان الثدي وسرطان الرحم. هون دراسة تبين نسبة الإصابة بسرطان الثدي حسب مدة الرضاعة الطبيعية خلال سنوات العمر. هذه الدراسة تلخص 47 دراسة وبائية في 30 دولة. تبين في هذه الدراسة كلما زادت المدة الزمنية للرضاعة الطبيعية خلال سنوات حياة الأم قلت نسبة الإصابة في سرطان الثدي. أما عن أهمية الرضاعة للطفل فتساعده في اكتمال نمو الأمعاء ونضوجها وتطور جهازه المناعي، كما تقلل من الإصابة بالأمراض العرضية والفيروسات في مرحلة الطفولة، وتزوده بالماء الذي يحتاجه جسمه كي لا يصاب بالجفاف، كما تمنح الطفل الاستقرار النفسي وتساعده على النمو وتحميه من الإصابة بالأمراض المزمنة في مستقبل عمره. طبعاً هي أصلاً تعطيه الغذاء اللازم لنموه في بداية حياته. في دراسة كانت في دولة مش كاتبيتها، أن نسبة الإصابة بالإسهال في أطفال الفلبين الذين يرضعون رضاعة طبيعية مقارنة بغيرهم ممن لا يرضعون رضاعة طبيعية، نلاحظ بأن نسبة الرضاعة الطبيعية كانت نسبة الإصابة بالإسهال فقط 1%. الأطفال الذين يقدم لهم الحليب البقري ارتفعت النسبة إلى 17.3، اتضاعفت 17 مرة. اللي هو أنا فيش عندي هون ماوس، الكيرف الأول اللي هو الأبيض وأسود إذا أنتم ملاحظينه، والكيرف الأخير اللي هو 17.3 ارتفعت نسبة الإصابة بأمراض الإسهال عند أطفال الفلبين. طبعاً مقارنة نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية والذين يرضعون الحليب الصناعي في اسكتلندا خلال أول 52 أسبوع من حياة الأطفال، كانت نسبة الذين يصابون بأمراض الجهاز التنفسي في الذين يرضعون رضاعة صناعية 38.9 مقارنة بالذين يرضعون رضاعة طبيعية 23.9. أما بالنسبة لنسبة الوفيات في الأطفال الرضع في أمريكا اللاتينية نتيجة الإصابة بالإسهال بينما يرضعون الرضاعة الطبيعية ومقارنتهم بغيرهم، فالأطفال الذين كانوا يرضعون رضاعة طبيعية نسبة الوفيات فيهم تقريباً 1% بسبب الإسهال، أما الأطفال الذين يرضعون الحليب الصناعي هو حليب بقري مجفف فكانت نسبة الوفيات فيهم 15.1، أيضاً تضاعفت 15 مرة.
الرضاعة الطبيعية تقلل من الإصابة بسمنة الأطفال بعمر 5 و6 سنوات في ألمانيا، حيث كانت من تقل رضاعتهم الطبيعية عن الشهر كانت نسبة الإصابة في السمنة حوالي 4.5 أضعاف من الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية. إذا أنا بحكي بسرعة حدا يحكي لي، أنا بعرف أن بحكي بسرعة، ماشي الحال؟ طيب، تأثير مدة الرضاعة الطبيعية على مؤشر الذكاء عند الأولاد البالغين في الدنمارك، كانت نسبة الذكاء أعلى ما تكون في الأطفال الذين تجاوزت رضاعتهم الطبيعية مدتها 9 أشهر، كانت قيمة الآي كيو لهم هي مقياس الذكاء 106، بينما الأطفال الذين كانت رضاعتهم الطبيعية أقل من شهر 99.4. أجريت دراسة في بيلاروسيا ما بين عامين 96 و 2005 على 17,000 طفلا تقريبا، أخذوا كعينات للمتابعة منذ ولادتهم لحين الوصول إلى عمر 5 إلى 6 سنوات. تم تقديم برامج رعاية صحية للتثقيف حول الرضاعة الطبيعية، قدمت للأمهات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف. تمت متابعة الأطفال في المدرسة مع معلميهم ومتابعة تطورات قدراتهم في الرياضيات والقراءة والكتابة. أكدت نتائج الدراسة على أن أمهات اللواتي أعطين برنامجاً تثقيفياً في الرضاعة الطبيعية زادت نسبة الرضاعة الطبيعية لدى أطفالهن بنسبة 43.3 مقارنة باللواتي لم يعطين. هاي دليل على أهمية التثقيف في الرضاعة الطبيعية، لأن للأسف عندنا جهل كبير في هذا الموضوع. وأثبتت الدراسات بأنه كل ما زاد تعليم الأم كل ما قل تعاملها مع طفلها برضاعة طبيعية، لأن الأم بتخرج للعمل، الأم تعتبر أنه الرضاعة تضيع لوقتها لأنه بدأت الرضاعة تأخذ من وقتها، أنه هي بتعطي أولوية للأمور الأخرى عن بدلاً من إعطائها الأولوية لرضاعة طفلها. وقد زادت نسبة الذكاء العام لدى الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية بما يقارب 6 أضعاف مقارنة بغيرهم، وكانت نتائجهم الأكاديمية في القراءة والكتابة أفضل بفرق واضح. طبعاً هناك معلومة في غاية الأهمية، أكدت الكثير من الدراسات العلمية أن تأخير إرضاع الطفل منذ الساعة الأولى للولادة له أثر كبير في زيادة نسبة الوفيات في المواليد الجدد. وهذه الدراسة في عام 2006، دراسة أثر تأخير الرضاعة الطبيعية على نسبة الوفيات في المواليد الجدد. يعني تأخير الرضاعة الطبيعية، كم ستؤخر الرضاعة الطبيعية؟ هاي واضح عندنا بالدراسة إنه الأطفال الذين رضعوا منذ الساعة الأولى للولادة كانت نسبة الوفيات فيهم أقل من الذين رضعوا بعد 3 أيام. الذين رضعوا رضاعة طبيعية من أمهم بعد 3 أيام تضاعفت 4.5 مرات تقريبا نسبة الوفيات. هاي نصيحة لكل الأمهات اللي بيولدوا بالمستشفيات، يعني الأم بتولد بالمستشفى بيأخذ الطفل منها منذ الولادة، بعض المستشفيات لا تعطي الطفل لأمه إلا في اليوم الثاني أو فور خروجها من المستشفى. بعض الأمهات تشعر بتعب فتقول الطفل سيكون مصدر إزعاج، بأخذه وأنا مروحة خليها تعدي الليل الأولى بسلام. ولكن لاحظنا أنه الدراسة كانت على عدد كبير جدا، يعني مجموع اللي في الدراسة الأطفال كانوا 10,947 طفل، تضاعفت 4.5 مرات نسبة الوفيات في الأطفال الذين رضعوا بعد 3 أيام مقارنة بالذين رضعوا منذ الساعة الأولى. طبعا هاي نعم لتغيير طريقة تفكير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية اللي بتصير عندهم حالات الولادة للأمهات، لأنه هاي منضيف إحنا فائدة للأطفال بإعطاء الطفل لأمه منذ الساعة الأولى من الولادة. طبعاً مكونات حليب الأم اللي هي سكريات أحادية الأوليغوساكرايدز، هاي رح نركز عليها، البروتينات والدهون واللاكتوز. نلاحظ بأن الحليب البقري يحتوي على نسبة تقريباً 0.5% من السكريات الأحادية اللي هي الأوليغوساكرايدز مقارنة بحليب الأم. ما الذي تعمله أو ما هي التعامل الجسم مع الأوليغوساكرايدز أو السكريات الأحادية؟ أول شيء عند غياب السكريات البسيطة أحادية السكريد تهاجم البكتيريا المستقبلات الموجودة في أمعاء الطفل. عند وجود السكريات أحادية السكريد في الأمعاء تقوم بالإمساك بخلايا البكتيرية وتمنعها من الوصول إلى المستقبلات على سطح الخلية، أو أنها تمسك بسطح الخلية فتغير من شكل المستقبل على في الأمعاء الطفل فتمنع من الإصابة بالبكتيريا، هي وسيلة حماية طبيعية. من المكونات الأخرى فائقة الأهمية لحليب الأم هي الأجسام المناعية المضادة، وتظهر على الأغشية المخاطية وتعمل على مقاومة الميكروبات وتثبيط ظهور أعراض الالتهاب، وكذلك بروتين الحليب اللاكتوفيرين وإنزيم اللايسوزايم حيث تحطم الميكروبات وتقلل من ظهور أعراض الالتهاب.
وهناك عوامل مضادة للإفراز وهي أيضاً مقاومة للالتهابات موجودة في حليب الأم. وهناك الانترلوكين 7 حيث يمسك بالجزيئات كبيرة الحجم ويعزز نمو الخلايا الليمفاوية في الأمعاء. ويوجد بروتين اللاكتوألبيومين المعروف بمقاومة الأورام هاي للسرطانات. طبعاً ويحتوي حليب الأم على عوامل مساعدة تساعد في نمو الأوعية الدموية، ويوجد فيها أيضاً اللي هي إبيديرمال جروث فاكتور. هذا عنصر أنا بصراحة حاولت أجيب لكم تفسير الكلمة بالعربي بس ما وجدتها. هو يقاوم أحماض المعدة وأنزيماتها ويصل إلى الأمعاء ليحفز إنتاج الحامض النووي المسؤول عن نمو الأمعاء وانقسام الخلايا. طبعاً دور حليب الأم في بناء جهاز المناعة، ركزنا إحنا في البداية على كلمتين وردوا في الأحاديث النبوية الشريفة قبل تصنيف جهاز الأمعاء من العلماء وقبل ما نشوف رسمته ولا تصنيفه، اللي هي أنشز العظم وفتق المعي. وحديثاً من مكونات جهاز الأمعاء الأساسية اللي هي نخاع العظم واللي هي الخملات المعوية أو الثقوب الموجودة في أمعاء الطفل. طبعاً تبرز أهمية الرضاعة الطبيعية في إدمام نضوج جهاز المناعة لدى الطفل في الأشهر الأولى منذ ولادته، حيث تكون الخملات المعوية أقل حجماً وغير مكتملة النضج، وتكون فتحات الامتصاص فيها أكبر حجماً منها في الأطفال بعد الأشهر الستة الأولى للولادة، حيث تتمكن أمعاء الطفل من امتصاص الجزيئات البروتينية كبيرة الحجم كما هي دون هضم، اللي هي أهم شغلة فيها الأجسام المناعية. لو كان جهاز اللي هو الأمعاء عند الطفل الخملات المعوية فيه مكتملة النمو، فستقوم أمعاء الطفل بهضم الأجسام المناعية القادمة من حليب الأم، وبالتالي لن يكسر الطفل مناعة. من حكمة الله عز وجل إن أمعاءه غير مكتملة النمو حتى يستطيع جسمه امتصاص هذه الجزيئات البروتينية كبيرة الحجم فيكسب مناعة ويقوي جهازه المناعي. طبعاً تبقى الأجسام المناعية موجودة في حليب الأم بكميات أقل طوال فترة الرضاعة، ولكن أكثر ما تكون متركزة في العشرة أيام الأولى منذ الولادة، ويسهم في نضوج الأمعاء ونموها وبناء مناعة قوية للطفل تخفف عنه الإصابة بالأمراض العرضية في فترة الرضاعة والأمراض المزمنة في مقتبل العمر. وقد أثبتت الدراسات العلمية أن نضوج أمعاء الطفل يكون أسرع في الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية مقارنة بغيرهم. طبعاً أدرك الأولون أهمية الرضاعة الطبيعية ونشأ لها قانون أخوة الرضاعة في التشريع الإسلامي، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. طبعاً قلة من بحثوا في تفسير هذا الحديث النبوي الشريف من ناحية علمية، ولكن هناك كان تفسير بسيط، يعني ربما يكون في المستقبل دراسات أخرى تعطينا تفسير أقوى، وهي أن الطفل يأخذ من أمه أجسام مناعية مضادة، يصبح جهازه المناعي متقارب تماماً لجهاز مناعة الأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قانون الزواج، أو يقال بأنه حديث ضعيف، ولكن أنه قانون زواج كان عند الأولين بأنه غربوا النكاح. فكرة تغريب النكاح هي إبعاد التقارب بالجينات الذي يحدث نتيجة الرضاعة أو تقارب الجينات الوراثية. ففي الرضاعة الطبيعية نمو العظم ونمو الأمعاء ونمو جهاز المناعة عند الطفل يكون من حليب أمه التي رضع منها. طبعاً في الغرب حديثاً برزت اهتمام كبير بالرضاعة الطبيعية، وظهر عندهم ما يسمى ببنوك حليب الأم، حيث هناك تتوفر كميات كافية من الحليب من أمهات متبرعات تقدم للأطفال الذين لا تستطيع أمهاتهم إتمام إرضاعهم رضاعة طبيعية. النقطة الأخيرة التي سنتوقف عندها وهي مدة الرضاعة الطبيعية. في عام 2002 قامت منظمة الصحة العالمية WHO والفاو بعقد اجتماع كبير وصدى وإعلام، أثبتوا فيه بأن مدة الرضاعة الطبيعية للطفل وهي حق له 24 شهر. سبحان الله، يعني إحنا مرات لا ندرك قيمة ما لدينا من تراث إسلامي، وحتى ليس تراث، فروض وواجبات وحقائق، إلا بعد أن يأتي الغرب ويثبت لنا. أي شخص حابب يفتح على موقع WHO منظمة، يفتح أكتب بريست فيدنج رضاعة طبيعية، بحطوا لك 10 توصيات. واحدة منهم اللي هي أنا حاطت لكم إياها هون، إنه تبدأ الرضاعة الطبيعية للطفل في أول ساعة للولادة،
وتستمر على الأقل مدة أول 6 شهور أولى لبناء أمعائه، وينصح باستمرارها مدة 2 كاملتين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. صدق الله العظيم. الله يجزيكم الخير. شكرا للدكتورة بثينة الخطيب، وقد حدثتنا عن الرضاعة الطبيعية، وشكرا لالتزامها بالوقت، وقد عرجت بنا بالآيات القرآنية والأحاديث، وهذا الأصل أن ننطلق من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل مواضيعنا. ثم ذكرت لنا أهمية الرضاعة والعلاقة بين الرضاعة وسرطان الثدي، وأنا متأكد أنه لو أنه نساءنا برضعوا كان منشوفش الإعلانات إيش هذه تاعت افحصي ولا شو اسمها هاي اللي بنشوفها، كلنا معاكي ولا كلنا بحطوا فيها شيخ وبحطوا فيها ما أدري إيش. كذلك أهمية الرضاعة للطفل، وكيف أن هذه الرضاعة الطبيعية تمنع الطفل من الإسهال، من الوفيات، من سمنة الأطفال، وتزيد نسبة الذكاء. حقيقة إخواني وأخواتي إنها المحاضرة الكريمة حلت عندي لغز، اللغز بتعلق بالمسؤولين في العالم العربي والإسلامي في حاجتين. الحاجة الأولى إنهم يظهر إنهم بعضهم لا يرضع من أمهاتهم، لذلك نسبة الذكاء عندهم منخفضة. الأمر الثاني يظهر إنهم برضعوش من حليب الأمة، ولا هم انتمائهم لغير هذه الأمة ولغير المقدسات. ونسأل الله أن يصلح الراعي والرعية. ثم عرجت بنا على مكونات حليب الأم وعلاقته بالمناعة، وأيضا قضية غرب النكاح، وختمت بمدة الرضاعة. مدة الرضاعة الصحيحة 2 كاملتين كما ذكر القرآن الكريم، وهذا لا يعني أن الأم التي ترضع طفلها بخرب جسمها، بخرب هيكلها، بخرب ما أدري إيش إلى آخره. لا، صحيح أنه تزداد إن شاء الله جمالا وإيمانا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. ختام هذا اللقاء مع الاستشاري الدكتور عبد الرحمن ذاكر، يكلمنا عن الإعلام وأثره على الأسرة، فليتفضل مشكورا ومعاه 3 ساعة. الإعلام وأثره على الأسرة، بدي تتابعوا معي، طالما أنه في إعلام حيكون في كلام قليل بس في صور كثيرة اليوم معنا. سأتجاوز كلام كثير يا جماعة عن كثير من الأشياء اللي ممكن تكونوا سامعيها، وفي بعض الكلمات المهمة الله يبارك فيهم الإخوة اختصروها، كنت أنا مرسل لهم مادة اختصروها بشكل نوعا ما جيد، كان بيودي أني ألحق فيها مادة بدراسات وأرقام في بعض الآثار وفي مراجع. على أي حال إن شاء الله أنا على صفحتي على تويتر عبد الرحمن ذاكر حامد، أو على صفحة فن الحياة على الفيسبوك، راح أحط كل الأشياء اللي راح تشوفوها اليوم، المادة اللي أمامكم، زائدا راح أحط بعض المراجع وبعض الدراسات اللي حكي عن الموضوع. المادة اللي اليوم ححكي لكم عنها هي جزء من مادة اسمها نحو جيل حر لأمة حرة، نتكلم فيها عن قضية كيف ننشئ جيلا حرا. تلقائيا واحنا عم نحكي عن جيل حر لأمة حرة، اظن الصور عم تتحدث، احنا واصلين الى درجة ان الاعلام اصبح الها شريكا للأسف، قصدنا ام لم نقصد، صار الاعلام مستعبد، مستعبد الأسرة قبل ان يستعبد الاطفال. والغيظ الاكثر لما يجيني ولي امر على العيادة ويشتكي انه ابنه منزوع الهوية او الهوية وما عنده اي انتماء وكذا، لكن تعال حدث الأب، وإذا الأب نفسه منزوع الهوية لكن بطريقة مختلفة، بطريقة مش واضحة. الشاب إيش؟ عم بيلبس جينز ساحل، جينز ممزع، سبايكي، مش عارف إيش. الأب لا، ما بيلبس هيك، الأب يمكن بنطلون وقميص ومرتب وكذا، لكنه منزوع الهوية من الداخل. الكلام اللي بيحكيه أمام الطفل، المدخلات اللي عم بتفوت على الطفل إلى آخره، هذه كلها عم بتأثر، وبالتالي عم بيصير في عنا جيل كامل لا ينتمي، جيل كامل منزوع الهوية، جيل كامل بين قوسين بالعامي مش عارف وين الله حاطه. طيب خليني أحكي شوي عن
أول إشي بدي أحكي الإعلام. الإعلام يا جماعة في أو يعني طب ما بدي الإعلام الإخبار والإبلاغ والكذا الناحية اللغوية، لا بدي أتجاوز إلى قضية ما هي رسالة الإعلام من أول ما نشأ الإعلام في القرن العشرين، في بدايات القرن العشرين. باختصار يا جماعة، البعض يعرف يمكن والبعض لا يعرف، المهمة الأولى والأوضح والأشهر والأبرز للإعلام الترفيه والتسلية. الترفيه والتسلية هذا بحد ذاته بدي أحطه هيك على جنب ونصير نتذكره كثير، وبالذات للعاملين فيما يعرف بالإعلام الإسلامي. أقول ما يعرف بالإعلام الإسلامي لأنه لسه بدنا كثير على الإعلام إحنا الإسلامي. ليش؟ يا ابن الحلال لما بدك تشتغل بالإعلام وتروح تتعلم لي عن جورج وشربل وميشيل ومش عارف مين، اعرف إنه هذول نشأوا في مدرسة تقول الأصل في الإعلام الترفيه. أنت عندك الترفيه هذا مكروه حتى يثبت العكس. فبدك عملية الجمع بين المدرستين فيها مشكلة، ومع ذلك بدي أتجاوز هذا الأمر. لكن المشكلة في الإعلام أنه أصبح أداة للكذب، أداة للتشويه، أداة للتزوير. يعني هاي الصور الكاريكاتيرية ما هي إلا يعني تصوير لما يجري. الصورة اللي على الشمال واحد عم بيركض من واحد بده يقتله، الكاميرا تورجيه أنه لا، اللي على اليسار هو اللي عم بيقتل، مع أنه اللي على اليسار عم بيهرب. الصورة اللي على اليمين أظن تتحدث عن نفسها، الأوضاع في مصر. الإعلام العسكري أصبعه حرام يعني نازل منه دم، في حين هو قاتل أمة كاملة، طيب محرقهم. والإعلام اللي في يعني الصورة اللي تحت كمان عم تحكي عن نفس الفكرة. إيش مشكلة الإعلام؟ من منظور نفسي تربوي، من منظور ذهني، من منظور عصبي دماغي، هنالك شيء اسمه مدخلات عمليات مخرجات. هذه المدخلات من شأنها أن تؤثر في شخصية الإنسان. طب إيش هي هاي المدخلات؟ نحن نختصرها دائما بعبارة كل ما تتلقاه أدوات الحس. صوتك، صورتك، صورة الأم، الحكي، حكي ابن الجيران، صوت السيارة اللي بالشارع، التلفزيون، ما يحصل فيه، كل هذا مدخلات، كل هذا مدخلات. الكحة، السعلة، صوت القلم، الورقة، الصراخ اللي في البيت إلى آخره، كل هذا مدخلات. ويبدأ تأثيره في الإنسان وهو في الرحم، وهو في الرحم. دراسات اللي كان نفسي أورجيكم إياها في كذا، يعني في دراسات بتورجيكم تأثر الجنين وضربات قلبه بارتفاع صوت الأب أو الأم بالمشاكل اللي بينهم، بل أنه يتأثر الجنين إذا دخل الأب وسمع صوت الباب انفتح وسمع صوت أبوه، حسب عاد العلاقة بينه وبين أبوه، وهو لساته جنين، لساته ما انولد. طيب، هاي المدخلات باختصار هي التي تنشئ فيما بعد هذه النفس. شايفين انتوا الأشكال في إعلام، في شارع وسوق، في تربية وتعليم. هسه في الترتيب، التربية والتعليم أولاً، أول ما ينشأ في البيت، لكنه أكبرها على الإطلاق هو الإعلام. التلفزيون، الإعلان التجاري، الصورة اللي في الشارع، المش عارف إيش الكبيرة، العلبة. أقول لكم أكثر من هيك حتى تخافوا شوي، الأشياء اللي تستخدموها في البيت، الماركات اللي موجودة في الحمام، في المطبخ، هذه كلها مدخلات. هذه كلها بتدخل والطفل، الأم، الأب، الكذا عم بتفوت عليهم، وبعدين بيستغربوا. غريب، بيجي لي ولي أمر بيقول لي غريب، ابني 10 سنوات شو بده، من وين عرف إنه في جالكسي نوت 4؟ بقول له نعم، هو إذا بس مر بشارع المدينة المنورة بيشوف، إذا رايح مرة واحدة بيشوفه أكثر من 39 مرة. إذا بس رايح من جهة لجهة، إذا رايح وراجع أكثر من 80 مرة بيشوف دعاية جالكسي نوت 4. وطبعاً بيشوفها وهي كبيرة وهي صغيرة وهي على قارمة وهي كذا، وفي واحدة مشلحة ماسكة جالكسي نوت 4، واحدة عم تلعب رياضة جالكسي نوت 4، وفي الأخير بتقول لي من وين؟ فما بالك عاد لو أصحابك معهم وأصحابه في المدرسة معهم وإلى آخره. طيب، لكنه اللي أريد أن يكون واضح في هذا الشكل حتى ما تخافوا، لأن البعض حيقول خلاص راحت علينا معناها، لا. أهم نقطة في هذا الشكل، مين يحكي هيك بصوت عالي بسرعة؟ إيش؟ لا، في الشكل، لا، قبلها، قبل النفس، السهم. الإنسان يتقبل كل هذه المدخلات وتفوت فيه، وبيبلش هو يشتغل عليها ويختار منها ما يشاء، ويطرح ما يشاء، ويثبت ما يشاء.
فما حد يقول معناها راحت علي يا دكتور، انتم بتقولوا اول 7 سنوات الطفل تتكون شخصيته. اول 7 سنوات يجمع المدخلات الاكبر في حياته، لكنه مش بالضروره، يعني زي ما بحكي، يعني اسمحوا لي بالعباره هاي، زي ما بحكي دائما، الطفل في اول 7 سنوات ما في طفل 7 سنوات الا وفي جوات دماغه كلمه حمار، سامعها من تلفزيون، من كذا، من عالم حيوان، من قصه. لما بيكبر هو عاد بيختار هل تكون في اول ما يقوله لما ينزعج، ولا تكون موجوده في اخر الدماغ بده كثير لحد ما يجيبها. وانا دائما بحكي هالكلام، اكيد في حواليكم ناس بتعرفوهم لما بدهم يسبوا ما بيعرفوا يسبوا، صح؟ ليش؟ مع انه السب موجود ولا مش موجود عندهم في الدماغ، يعني بيعرف كلمه حمار ولا ما بيعرفها؟ بيعرف كلمه غبي، بيعرفها، لكنه اختار أن لا يرددها وأن لا يتقول بها، وبالتالي درب حاله على أنه حتى لما يفتح مستودع الدماغ ويجيب منه كلمة بده يسب ما يلاقيها بسهولة. ليش؟ لأنها موجودة في آخر المستودع. باختصار، كل ما تكررت المدخلات أكثر على الإنسان، كل ما صارت أقرب لبوابة مستودع دماغه. وساعتها ما تقول ليش ابني بيعصب بسرعة وهو عم بيشوفك وانت سايق السيارة، ما شاء الله أخلاقك كيفها. طيب، تأتيني حالات يا غريب دكتور، بنتي كثير كثير سوداوية وناقدة وتشاؤمية، أقعد مع الأب والأم ما شاء الله عليهم مش مخليين بالسيارة، يلعن أبوها من بلد، شو هالبلدية اللي مش نافعة هاي، هالرصيف اللي محفر، هالشارع، أهلا وسهلا، الابن من وين حيجيب النفسية الوردية؟ من هيك أبو ولا من هيك أم؟ على أي حال، طبعا أبرز صورة من صور الإعلام هو التلفزيون. وين مشكلتها؟ قلنا أنه الإعلام أول مهمة كانت له في القرن 20 التسلية والترفيه، ومن أجل التسلية والترفيه بلش يخاطب غريزة الإنسان. الرسمة اللي قدامكم هي هرم ماسلو للحاجات الإنسانية. الإنسان أول إشي بده جنس، بده هواء، بده نفس، بده جوع، بده مي، بده كذا، بده كذا، بيلقى شوي، بده ناس حواليه، بعدين بده ينحب ويحب وكذا، بعدين بده يبني حاله. بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع التدرج وهل هذا هو قمته ولا هذا يدوب القاع اللي احنا ننطلق منه في الإسلام، على أي حال، لكن الإعلام يأتي ليغذي هذه الغريزة ويعمل عليها أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. ونيجي احنا كمان أول ما نسأل الولد وهو صغير، حبيبي انت شو اسمك، بأي صف؟ هذا أول شيء نسأل عنه، أي صف، كيف علاماتك، على أساس ما شاء الله المدرسة عم تعطينا الشخصية الرائعة والكذا. فيتحول حتى أسئلتنا واهتماماتنا إلى مسألة في الحقيقة هي في ذهن الطفل عبارة عن غريزة، اللي هي إيش المدرسة؟ ليش عم بيدرس؟ عشان يأكل، يشرب، ينام، يجيب بلازما سكرين ودي في دي بلاير ويشتري جالكسي نوت 4. طيب، لكنه إلى مين فينا لما بيتعرف على طفل صغير يقول له تعال حبيبي أنت شو هوايتك اليوم؟ شو اللي قاعد تصنعه في البيت؟ ورجيني أنت شو قاعد تسوي؟ ما في. أول سؤال عن المدرسة اللي هي حتى المدرسة بدها إعادة نظر، يا ترى هي شو عم بتغذي في حياة الإنسان؟ أجي هسا عاد على عذرا، هاي ما بدي. شو مشكلة الإعلام؟ في كتاب من أروع الكتب اللي الحقيقة أنا دائما بنصح فيها، كتاب اسمه Plug and Drug، العقار الكهربائي أو العقار السلكي. طيب، بيحكي عن أثر التلفزيون على الأسرة وعلى الطفل وعلى نمو الطفل. هذه الإنسانة، الكتاب ميزته طبعا علمي جدا، محشو بكم كبير من الدراسات، احتفل بالطبعة 25 من كم سنة. معظم الكلام اللي سأقوله اليوم هو من معظم، مش كله، معظم الكلام راح من هذا الكتاب. ينبغي أن يكون واضحا لدينا أني لما بقول الإعلام أرجو أنه خلاص عاد تبطل قضية الإعلام مربوطة بس بالتلفزيون اللي في البيت. الإعلام هو كل هذا وأكثر. الإعلام هو التليفون الجوال، الإعلام هو الفيديو كليب اللي في المطعم، الإعلام هو الإعلان التجاري اللي موجود، الإعلام هو علبة مشروبات غازية عليها صورة لاعب، الإعلام هو كذا وهو كذا وهو كذا. فأرجوني لما أحكي كلمة إعلام تتوسع الدائرة تبعتها. كيف يعمل الإعلام بطريقة مقصودة أو غير مقصودة؟ أنا يمكن عندي تحفظ شوي على بعض الأشياء اللي قيلت في الجلسة الأولى في قضية نظرية المؤامرة، وتسعى مش عارف إيش لهدم الأسر، وتسعى يا جماعة اللي عم بيألفوا هذه الكتب من نفس البلاد الغربية اللي إحنا عم نتهمهم بالمؤامرة، بمعنى إنه المؤامرة شغالة عليهم وعلينا. فلا نتخيل إحنا إنه في ناس قاعدين شغلتهم وعملتهم يعملوا أرب آيدل علشان يضيعوا أولاد المسلمين اللي هم ضايعين أصلاً. الشغلة طبعاً هذا لا يعني إنه ما في حد شغال للإفساد، لكنه في الأخير بده مصاري. لو جبت له فيلم عن صلاح الدين الايوبي حيجيب له مصاري، حيعمل لك اياه، مش همه، مش يعني انت اخر همه.
لكن كمان ما بدي نغرق في قضية اللي يعني على قولة محمد الغزالي رحمه الله يقول مؤامراتهم تمتد في فراغنا، قد ما احنا فاضيين فأي كلمة بيحكوها بيصير فيها لها صدى، لكن لو حطيتوا شوية أثاث في المكان حيبطل في صدى. بدنا شوية أثاث، بس أثاث يعني بالمعنى المقصود. يعني شو اللي بيصير في الإعلام؟ تعالوا شوي شوي نحكي. أولا يؤثر على اللغة، يؤثر على التفكير، يؤثر على الخيال والإبداع، يؤثر التلفزيون بالذات، الفيديو جيمز، إلى بعض الأشياء يعني بدي أحكيها هيك بسرعة. في أستراليا دراسة 2012 نشرت تقول إنه الطفل يشاهد 5000 ساعة قبل ما يصير 6 سنوات. 5000 ساعة تلفزيونية. تقول مش يعني إحنا عم نصير زيهم فلات. أمريكا الطفل من سن 8 إلى 18 سنة بيشوف ما معدله 7 ساعات في اليوم. بالمناسبة حتقولوا معقولة؟ يا جماعة أكرر، الإعلام مش بس يعني قاعد قدام التلفزيون، يعني الآيباد إعلام، يعني قاعد قدام الكمبيوتر إعلام، التليفون الجوال إعلام، الفيديو جيم اللي بالتليفون إعلام، هذا كله إعلام يعتبر. أثروا على اللغة، دراسة مثلا في أمريكا على 1008 أشخاص دون سن السنة ونص، وجدوا أنه تعريضهم هذول الأطفال لمادة تلفزيونية فيها كلام مفيد، يعني زي افتح يا سمسم المناهل الكلام هذا، طيب لم يفرق شيء عن أطفال لم يتعرضوا لأي مادة تعليمية وتعلموا المفردات من والدتهم أو والدهم، ما فرقت ما فرقت. في المقابل وجدوا أنه الأطفال اللي دون سن 30 شهر، يعني عم نحكي عن 2.5 سنين تقريبا، اللي بيشاهدوا تيليتابيز اللي احنا كثير مبسوطين عليها انه ما فيها مشاكل وما في مش زي سبونج بوب ومش عارف ايش، يتعرضون لمشاكل في النطق وتبدا المشكلات تظهر في اول سنوات دراسيه. ليش؟ شوفوا تيليتابيز كيف يحكوا بس هاي، شو اللي حيتعلمه الطفل؟ طبعا اضافه الى واحد عامل دراسه لساتني ما تحققت من مدى يعني جدواها، لكن يقول انه تيليتابيز في مشكله اكثر من ذلك وهو تضييع الهويه الجنسيه، لأنه أنت قدامكم 4 دمى، وين الذكر وين الأنثى، أنسى الموضوع، وبالتالي قضية الشذوذ الجنسي وقبول المثلية وكذا هاي، لكن المسألة مش محققة حتى الآن على الأقل. طيب في المقابل تجد الدراسة أنه هذول الأطفال نفسهم لما بيتعرضوا لشيء مثل دورة المستكشفة بيكون في عندهم خيال أكثر، إبداع أكثر إلى آخره. صاحبة كتاب بلاج إند دراج اللي حكيت لكم عنها تقول أن الأطفال الذين نشأوا يلعبون في الطين المتخلفين بالنسبة لنا، طيب، أكثر إبداعاً من جيل الشاشات الرقمية. دائماً بجيب هالمثال أنا، جاني مرة شاب عندي على البيت مكيف كثير بيقول لي طلع يا أخي هالجيل ما أذكى، شوف هالبنت، بنته صغيرة، مسكها التليفون الآيفون وبلشت تلعب فيه. طلعت عليه، طبعاً عارفين وين المشكلة في هذا الأب؟ بعيداً عن التخلف التربوي اللي هو فيه وكذا، هذا إشي ثاني، لكن عارفين وين المشكلة؟ أنه يرسل رسالة ضمنية لنفسه، أنا لا أحسن تربية هذه الفتاة فهي أذكى مني، أنا ما بقدر أربيها، روحوا دزوها يا جماعة على مدرسة إرسالية تبشيرية هيك بتحكي بترطم بالإنجليزي بتربيها أحسن مني. هذا عم بيبهدل حاله. على أي حال حتى أجاوبه، فتلت له اللابتوب تبعي، شغلت له يوتيوب كليب في شمبانزي قاعد بيلعب آيباد، قلت له هاي بنتك، إذا هي قناعتك بالذكاء هاي بنتك. هو وين واقع الأخ هذا أو غيره بالفخ؟ إنه لأنه هو كان جديد عليه عالم الرقميات، فصار بيفكر إنه عالم الرقميات هو عالم الذكاء، وبالتالي لأنه بنته ولدت في عالم الرقميات فهي أذكى منه. هاي رسالة خطيرة جدا. من المشاكل طبعا قضية القراءة. الدراسة تقول على 756 طفل في فرنسا أقل من 6 سنوات، وجدوا أنه اللي بيشاهدوا 2 إلى 3 ساعات من التلفزيون نسبة 44% ضعفهم عن الذي لا يشاهد التلفاز بالقراءة والتركيز. 44% أسوأ، بيطول أكثر في الإجابات إلى آخره. قضية الإدمان، قضية المسائل العصب البصري طبعاً بالمناسبة من الأخطاء الشائعة، ارجع يا ابني بعدين نظرك بيضعف، هذا خطأ شائع. ما العصب البصري بيكسل نعم، لكنه ما في إشي اسمه اللي بيقرب جنب الشاشة بضعف نظره. حكينا قضية الذكاء وبدي أتجاوزها. 3 دقائق وين؟ لا ما من المسائل المهمة جدا الناحية الاجتماعية، وهي
وهن الشخصية الاجتماعية. الأطفال صار عندهم مشكلة أنه يظن أنه شخصية اجتماعية عنده 5000 فريند على الفيسبوك، لكنه ما بيقدر يحكي 10 كلمات مع أبوه وأمه في البيت. ليش؟ هذا حياته، صار هذا العالم الرقمي، العالم الافتراضي. فهو عنده وهم معرفة وهو جاهل، عنده وهم صداقة وهو ما عندوش ولا صديق، عنده وهم الشخصية القوية وهو في الحقيقة تابع يعني ضعيف جدا إلى آخره. بالمناسبة يعني 3 دقائق ما راح يمشي أبدا. نيجي على المشاكل الأهم من ذلك، قضية القيم. لما البنت تتربى من الصغر على باربي، ولما تتربى إنه هاي اللعبة البريئة، طبعا هي مش بريئة أبدا، صاحبة بلاك إند راك بتحذر منها، وصاحبة كتاب اسمه بادي إيمج تقول إنه باربي أنهت جيل كامل في أمريكا، جيل كامل صار شغلته وعملته جيل إنه تشبه البنت باربي. بغض النظر طبعا شو اللي عم بيصير هون، احنا بالنسبة لنا دمية، لكنه هاي دمية متعرية يا بنات، هاي دمية متعرية. ولذلك ما استغرب انه بناتنا الملتزمات اسمها محجبة واسمها مجلببة، لكنه بتستنى امتى بيكون في عرس اسلامي حتى تتشلح، حتى تلبس زي باربي. وهاي الشخصية هي نفس الشخصية اللي بتستنى لما يكبر الابن حتى تروح تخطب له وحدة طويلة وشقرة وعيونها خضر زي باربي. طيب هذا لساته غير منفيض طبعا في الاثر. اي نوع من الانثى سينشئ؟ مجله اخرى في مركز اخر، مش في نفس المركز، في مركز اخر، دعايه عطر. طيب هذا كله عم بيلعب، عم بيحفر هون. هذه لها قصه. الصوره عياده كنت بداوم في عياده نفسيه في مصر، كنت كلما ازورهم فيه دخلت لقيت، اول ما لقيت هي الصوره في وجهي قلت له هي تشيلوها بالله عليكم، أنا قاعد والصحة النفسية وتقديرك لنفسك أيتها الأنثى والحجاب الشرعي وقدامي هاي وفوقية هاي. الناس لا يعتنون بالمدخلات، لا يعتنون. يعني طبعا هاي عيادة إيش؟ طبيب نفسي. طب هذا الطبيب النفسي مش سائل حاله أنا إيش اللي حاطه فوقية؟ لقمة عيش. صاحبة كتاب بادي إيمج وبعدها عملوا دراسات، آخرها طلع أنه البنات في المدارس في بريطانيا، الدراسة هاي عملت في بريطانيا، لكن صاحبة بادي إيمج دراسات في أمريكا، الفتيات يعتقدن أنهن لجذب الشاب ينبغي عليهن أن يرتدين رداء المومسات. هذا ما أجى من فراغ، هذا ما أجى من فراغ، أجى لأنه في حشو من الدمى المتعرية والكرتون اللي ما في مشكله. يا دكتور شو المشكله في الكرتون؟ شو المشكله في كذا في كذا؟ شو المشكله؟ شو انتم بتعقدوها الى ان نصل الى هنا. وين المشكله؟ المشكله في البديل الاسلامي. نيجي نحط لهم بديل لباربي، نجيب لهم فله ان شاء الله، مع الله يستر عليها ما في مشاكل ان شاء الله. لكن وين مشكله فله؟ انها عباره عن نداء انثوي لتضاريس الجسد الانثوي بس لابسه جلباب. هلا شو اللي بيصير ما بين هذا الحلم اللي الاسلاميين بدهم اياه، طبعا مع اختلافنا على انه هذا الحلم صح ولا غلط، اللي هي اليانس وتقديمنا لشخصيه فله، بنشا عنا الصوره اللي تحت. لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، تلبس جينز وإشارة. ليش؟ هي بدها تتحجب بس ما بدها تتحجب، هي بدها تتعرى بس ما بدها تتعرى. ليش؟ ما كل الاعلام ضدها، كل شيء لا يقدم حقيقه ما تريد هي، او على الاقل ما يريده الاسلاميون. واسمحوا لي حاعطي مثل شوي صادم جدا، طيب وما يزعلوا مني الجماعه هون، انا بعرف اني اوريدي عم بتجاوز الوقت. المثال الصادم ولا يزعلوا مني الجماعه اللي مستضيفيننا معزبيننا وعلى راسنا، لكن شوفوا هذا الاعلان. وين المشكله في الاعلان؟ الإعلان لجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، رمز الأنثى المرأة. شو لابس؟ لا شنو مش لابس ولا شيء، لا شو لابس؟ لابس فستان غربي صح؟ هذه رسالة بسيطة يا جماعة، يا من يعمل في ما يعرف بالمدخلات كائنا ما تكون هذه المدخلات، بدءا بالإعلام الإسلامي وانتهاءا بملصق زي هذا، بدكم تديروا بالكم لانه هذه الرسائل تعني شيء كثير. واعتذر مره اخرى بس يعني حتى جبت لانه انا عم بطلع وقعت عيني عليه. حق على المصمم طيب. هذه رساله، هذه مجله يا اخوه، انا حاط يعني حاولت اسود حتى ما تعرف ايه. هذه مجله اسلاميه، طيب اعلام
المجلة رائعة وبدها تعمل إشي طيب، فعاملين إشي اسمه رسالة من الله. عن إيش بيحكوا؟ عن القرآن اللي يتلى قبل النوم. إيش ملاحظين في الصورة؟ رسالة من الله ربطت تلقائياً في ذهن الطفل بإيش؟ بالسلم الموسيقي، بالسلم الموسيقي. وتعال عاد حدث ولا حرج على شباب النهضة والحداثة اللي هالأيام ما بيتبادلوا قرآن بقدر ما بيتبادلوا مقطوعات بيتهوفن وفيروز. طيب؟ بدك تنشئ جيل مسلم وأنت عم تربط له الله بالسلم الموسيقي. وساعتها عاد ما بيستحلي القرآن إلا إذا بمقام النهاوند ومقام الصلاة. هي مشكلة كبيرة إحنا عم بنساهم فيها بالإعلام. الصورة الأنثوية في الإعلام ماذا تقدم؟ تقدم واحدة يا إما هذيك باربي اللي رمز أنثوي جنسي أنثوي، يا إما المتحررة اللي مسدس على اليمين ومسدس على الشمال وبتطخطخ وبتروح وكذا، المرأة الحرة، المرأة القوية، السوبر وومن. طيب؟ هاي السوبر وومن. طيب؟ الآن في مقابل هذا الأولاد البريئين شو بيلعبوا؟ بيلعبوا كول أوف ديوتي. طيب؟ طخطخة وكذا. وتأتي في بلادنا اللي اسمها إسلامية، طيب اللي اسمها إسلامية، بتكون لعبة مش مشتهرة بين الشباب الصغار، أحد مستوياتها ما بيقدر يتجاوز الطفل إلا إذا قصف مسجداً. يجي الأب البسيط البريء بده ياخذه معه على صلاة الجمعة، بيستغرب ليش الولد ما بيقوم على صلاة الجمعة بسهولة. إذا هو عم بيقصف المسجد في اللعبة ليش بده يروح يحترم المسجد؟ ماذا يعني له المسجد؟ ماذا يعني له خطيب الجمعة؟ صار مظهر للأسف متكرر أشوفه، الخطيب شغال وهذول عم بيلعبوا بالبلاك بيري ورا. ما بدي أحكي على منظومة الخطباء وما تخلفه لنا وزارة الأوقاف اللي لهم واللي عليهم، هي قضية ثانية، لكن أنا عم بتكلم على ديروا بالكم على إعلامكم. الفيديو جيمز جزء من الإعلام. واحد إجالي مرة 7 سنوات دكتور بالله يتأكدني إنه ما في إشي عامل هو اللي عليه، يعني الله يبارك فيه، الله يبارك فيه حقيقة مشتهكم. فبطلع هيك ما في إشي واضح، لكنه سقط عيني على لعبة من تاريخ الألعاب اللي بنعرفها، حسيت إنه فيها إشي. إيش اللعبة يا ترى؟ بليارد، لعبة بليارد. قلت له شغلها، شغلناها. إيش اللعبة؟ اللعبة أنت كل ما تنهي مستوى تتعرى لك فتاة تأخذ تشيل قطعة. 7 سنوات، 7 سنوات عم بلعب لعبة في نظر أبوه بريئة، لكنه في الحقيقة عم بيأخذ كل هذه الصور. صورة الرجل، احنا هيك عم نحكي عن الأنثى، الرجل ما كيف يقدم الرجل في الإعلام الآن في إعلام هوليوود؟ يقدم على أنه البودي بيلدينج والفتنس والمش عارف إيش والكلام هذا، فيصبح شبابنا هسا لو زرعناهم صبح مساء بأن لبدنك عليك حقا ولا كانوا حيسألوا أجسادهم، وكان حيقول لك الكرش وجاهة. لكنه لما جاءت الصور هذه من إعلام هوليوود صاروا يتلاحقوا على الجمات وملاعب الرياضة والأندية عشان يكبر الجسد بكل ما فيها من عقد نقص وبكل ما فيها من مشاكل. الإعلام يقدم العلاقة بين الذكر والأنثى كيف؟ لاحظوا ما زال الرجل هو المسيد مع كل ادعائهم لحقوق الإنسان والرجل والمرأة وكذا، ما زال الرجل هو المسيد والمرأة تحت باطه. دائما الأنثى جاية مكملة. لاحظوا تحت مش مبين. ثور إله الرعد، طبعا حدث ولا حرج عن تقديم الآلهة هيك عادي، عم بيطلع على إله الرعد، وبعدين بيروح على المكتبة في المدرسة يلاقي إله الرعد جنب الحج، فبالنسبة له يعني بصفي حتى الله ممكن يكون عبارة عن يعني شيء خيالي. لكنه لاحظوا إله الرعد مع واحدة، والآيرون مان رجل الحديدي مع واحدة، الأنثى مكملة للدور فقط. طيب، وبالتالي حدث ورا طبعا حتى لما بدنا يتسلوا الرياضة تتحول إلى إيش؟ إلى جنون. من هذا كله ينشأ عندنا ما يسمى، ما أسميه أنا بالطابور السادس. يطلع لي شاب عايش بعمان لكنه مخه بأمريكا. السادس، في محاضرة على اليوتيوب اسمها الطابور السادس. الطابور السادس هو ذلك الجيل الذي نشأ يخدم العدو دون قصد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الخامس جاسوس عميل. السادس شاب هون دكتور جامعي بيقول للطلاب بتف بوجهك إذا بترجع على هيك بلد. هذا طابور سادس. هذا نعم قلوا أنه الظروف صعبة وكذا، لكنه ما تحرموا الانتماء. إذا أنت ضعيف ما تحرم الطالب الانتماء، إذا أنت عندك مشكلة ما تحرم ابنك الانتماء. عم بينشأ لنا جيل يرى أن أمريكا جنة الفردوس. أنصح هنا دائما بكتاب دكتور أحمد خير العمري، الفردوس المستعار والفردوس المستعاد، ينهي هذا الحلم تماما. بدكم تشوفوا عندهم شوارع نظيفة وكذا، بس عندهم أشياء كثيرة كمان ثانية أنتم ما بتعرفوها.
واللي بده يجي، أنا دائما بقول اللي بده يضل في هذيك البلدان بس يعلن يا جماعة أنا ضعيف ما بقدر أعيش في هاي البلدان، خليه جهادي هناك، نعم، بس ما تكون هناك وبتقعد تجلد في بني جلدتك هون في مجالسك، يلعن أبوها من بلد مش نافعة وكذا، وأنت وين رحت حضرت جنابك؟ اخترت بس الراية الخفاقة ورحت صفيت تحت سام، أنت ضعيف، أنت ما سويت إشي أكثر من هيك. من هنا طبعا تنشأ المشكلة إنه نتعجب ليش بتصير في عندنا مشاكل في المباريات وما مباريات، تتحول مبارياتنا التافهة إلى حرب مقدسة، إلى حرب مقدسة. ليش؟ انتصروا علينا بالواقع، خلونا نلعب فيديو جيم، اربحوا علينا بالفيديو جيم، بس في الواقع احنا كاسرين ظهركم. بدكم تنبسطوا شوي، هاي في عندكم كرة قدم، بدكم اكثر من هيك، في عندكم ستاند اب كوميدي وناس يقدروا هيك يتمسخروا على السياسة وكذا، لكنه في الحقيقة طابور سادس ما عم بيقدم ولا بيأخر. بدك اكثر من هيك، في عنا اعلام اسلامي نعطيك. واحد بعث لي قبل فترة، دكتور شفت ذا فيزيشن اللي بيحكي عن ابن سينا؟ الفيلم مليء بالدسائس، مليء بالدسائس طبعا، وغيره المصير اللي عمله يوسف شاهين امره الى الله عن ابن رشد، مسخ تاريخ الاندلس وتاريخ ابن رشد. هذا كله يحتاج يا جماعه الى ادراك. لما حد اذا انت ما بتعرف انت على ايش قاعد تتفرج، اولادك ما عائله ندخل نزورهم انا وزوجتي في يوم من الايام، خمس بنات عندهم متحجبات، على ايش عم بتفرجوا؟ على ارب ايدل؟ ما هي هي المتعه البريئه يا دكتور اللي نتفرج عليها. الإعلام كيف يقدم الزواج؟ يقدمه على أساس أنه هو فقط العلاقة الحبيبية تبعت الكافيهات والهوت شوكولت والنسكافيه وبس، لكن بمجرد أن يصير الميثاق الغليظ تبدأ النكت وتبدأ الواتسابات بين الشباب، حماتك، أنت مركوب، رد على الحكومة. ما هذا كله يؤثر شئنا أم أبينا على منظومة الزواج. حتى لما يقدم لنا الإعلام منظومة الزواج اللطيف والكذا، بيورجيك إياهم هذول الختايرة بيحبوا بعض وكذا، لكنه ختايرة بصورتهم هم، فبيصير البني آدم حتى لما بده يتخيل حاله كبر ما بيتخيل حاله مع ختيارة لابسة جلباب، لازم تكون يعني كول غربية. طيب أنا أوشكت، خلصت هاي المشاكل، صفيت المشاكل. الحلول باختصار يا جماعة، بدكم تراعوا قضية المدخلات، بدكم تراقبوا الكم والكيف، تقللوا قدر الإمكان. آخر تقرير علمي من الأمريكان بيدياتريك أسوسيشن اللي هي جمعية الأطفال الأمريكية تقول دون 3 سنوات ما في تلفزيون، دون 3 سنوات ما في تلفزيون، من 3 إلى 16 مش أكثر من ساعة في اليوم للتلفزيون المسلي، أما أنه يكون عم بيتعلم منه ومادة تفاعلية ما في مشكلة. غير ذلك، هذا بس تأكيد على قضية إنه التربية والتعليم بالأخير هي المهمة. شو ما شاف ابنك لا تخاف. بس بيروح عند بيت خالته وبيت سته وكذا بيتفرج، يا جماعة حيظل استثناء، المهم البيت إيش عم بيقدم. طيب ال7 سنوات الأولى مهمة جدا، لكنها بالأخير تبقى قطع ليجو في الأخير، الطفل حيشكلها، ما تخافوا. يي راحت علينا يعني ابني هسه 10 سنين؟ لا، يبقى الإنسان يتعلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. النظام مهم جدا في البيت. ما في بيت منتج ما يكون فيه نظام، مكتوب مش مكتوب، إشي على الثلاجة، جدول، لازم يكون فيه نظام، لازم يكون فيه. بدون نظام لا تتخيل إنه هذا ينحل. الإنترنت يتعامل معه أهلا وسهلا، لكن ما في إشي اسمه اللابتوب يفوت جوا على الغرفة، ما في إشي اسمه الآيباد يفوت معه على غرفة النوم. اقعد بالصالة نص ساعة ساعة أهلا وسهلا، بعد ذلك في عندك 100,000 وظيفة لازم تقوم فيها، أنت ابن وشقيق وصديق وطالب علم إلى آخره. فقه الجنس والاختلاط مهم جدا، ينبغي أن تدرس سورة النور في مراكز تحفيظ القرآن من سن 8 والـ9، مش نضلنا جزء عمى وجزء عمى ونراجع جزء عمى وبعدين جزء عمى بعدين جزء عمى بعدين إذا خلص جزء عمى ندخلوا القاعدة النورانية بجزء عمى بعدين الشجرة يا جماعة ادخلوا على شيء، درسوهم سورة النور والآداب اللي في سورة النور والحياء الذي في سورة النور، وبعدين اعطوهم النصوص كما هي، مش كما يتأول صاحب الموعظة أو صاحبة الموعظة فتحرم عليهم ما أحل الله. دير بالك الأنثى هي بعبع، ما تحكي مع الأنثى، دير بالك، لأنه هو عنده مش مشاكل، هذا لا يجوز. درسوهم القرآن والسنة كما هما، مش كما هو في أذهاننا. حفزوا على القراءة، عرفوهم بأندية القراءة، اقرأوا أمامهم، اعملوا أنشطة قراءة في البيت. عرفوهم انه القراءة هي اللي راح تخليهم في يوم من الايام ناس فهمانين. اذا معجب ببني ادم على التلفزيون قل له هذا البني ادم كان بيقرا. طبعا اذا كان معجب ببني ادم عن جد بيسوى، مش يعني من الناس اللي كان هامل وبعدين صار مشهور. طيب
اغتنموا أي وقت يا جماعة مهما كان في نظركم تافه. الأطفال بيتسلوا بأي شيء، أنتوا اللي بتظنوا أنه ما بيتسلى إلا إذا جبت له كذا وكذا. والله مشوار، أنا هذا جبت لأنه يعني كان بودي يكون عندي الصورة من حياتي الشخصية، لكن مرات وإحنا رايحين على السوق يلا مين بده يركب مين بده كذا مين، بس المشوار تبع العرباية بالمجمع هذا بيعتبروه زي كأنه مدينة ملاهي. الأطفال بيتسلوا بأي شيء، بس المهم أنتوا عبوا لهم هذا الشيء، خلوهم يشاركوكم بالأعمال. هاي الأخت هاجر ما في تلفزيون في البيت، فبدأت تغتنم وقتها. شو بتسوي؟ بتحاول تتعرف الغسالة كيف تشتغل. طيب بس الحمد لله طلعت سليمة. بتزين شنطتها مع أمها. إيش بده هذا الكلام؟ بده بس ناس شوي رايقين وما عندهم شعور بالنقص إنه التلفزيون مش موجود في البيت طول الوقت، ما عندهم شعور بالنقص إنه ما عندنا بلازما سكرين بس جارتنا صارت جايبة بلازما سكرين حجم 50 ومش عارف إيش. طيب ليجو هاي القطعة طولت ويك إند كامل، يعني يومين كاملين من مريم بنتي اللي هي 7 سنوات. لو إنه التلفزيون موجود ما بعرف إذا هذا الكلام كان حيصير ولا ما كان حيصير. طيب هاي من قطع بسيطة جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أطلت عليكم، يعطيكم العافية.